التصعيد في محيط مدينة سرت بات يلقي بظلاله على سير المحادثات بين أنقرة وموسكو، فبعد نحو 24 ساعة من القرار بتأجيل زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى تركيا التي فتحت تكهنات بوجود خلاف بين بلدين، أقر مسؤول تركي لوكالة رويترز أن وضع سرت وتحركات الوفاق هي السبب. المسؤول التركي أشار أن تحركات حكومة الوفاق على الأرض لاستعادة السيطرة على سرت من يد الجيش الوطني دفعت بالطرفين الروسي والتركي إلى تأجيل المحادثات، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تخرج الاجتماعات بنتيجة، إلا أنه لم يتسنى الوصول إلى هذه المرحلة بسبب خطة حكومة الوفاق لشن عملية في سرت. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ظهر خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد فيه أن بلاده ليس لها أي خلافات مع روسيا بشأن الأزمة الليبية وأن هناك توافقا على وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن الهدنة تحتاج موافقة الأطراف الأخرى دون أن يسميها. جابر الجودي، العربية.